نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الكاتب السياسي الأستاذ راشد فايد. تأخرت الولادة هالقد بياخد وقت؟ في مخاض؟ شو هو؟ تأخرت؟ تأخرت حتى كادت لا تصل. نعم. يعني أولا في استخفاف بالحياة السياسية بلبنان. نعم. في استخفاف باحترام الدستور، في استخفاف باحترام التداول الديمقراطي للسلطة، في استخفاف بعقول اللبنانيين، وشي مؤسف انه يعتقد او يعطى الانطباع وكأنه ولادة قانون انتخاب في اللحظة الاخيرة وكأنها امر مرغم مجلس النواب والحكومة عليه، وكأنه هذا الإرغام يأتي من تشدد الدول الكبرى وتشديدها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وإلا بعتقد أنه كان ممكن يمدد مرة ثالثة لمجلس النواب وبكل هدوء وكأن شيئا لم يكن. الملاحظ أنه في فصام بين اللبنانيين وبين ما يجري على المستوى السياسي. يعني أنا بتحدث تنزل بالشارع وتلاقي الناس هالقد متحمسين للانتخابات أو لإنجاز قانون الانتخابات، وكأنه صار في بلادي بالتعاطي مع هذا الأمر الحيوي بالمجتمعات الحيوية، أنه كأنك عم تشوف ماتش فوتبول أو أي رياضة بين فريقين متفاهمين أنه هذا ماتش ودي أميكال، يعني ما مين ما ربح وبالتالي مين ما مش مشكلة، الجمهور ما محمد، لا لا مش مين ما ربح مش مشكلة، لا أنه حنربح كلنا سوا على وبالتالي مين؟ على مين بيربح؟ ما هو بيربحوا على المواطن. الجمهور مل من هذا المشهد وما بقى عم يتابعوا بحماسي، بس ما قادر يطلع من الملعب لأنه هو جزء من المشهد قاعد فيه، مش قادر يطلع الجمهور. وإلا إذا بتسأل الناس هلا، الناس كفرت بما هو جار حاليا، ما ممكن من سنة 2009 يفترض، إذا ما رجعنا لورا أكثر من 2009 إلى الآن مطلوب قانون انتخابات، 8 سنين ولم يوضع هذا القانون، الآن وباللحظة الأخيرة مطلوب من الآن وحتى 16 شهر، لأن الحكومة يجب أن تعطي المجلس 2 يوم لدرس المشروع، تتقدم قبل 16 بمشروع القانون، المجلس النواب يبدأ الدراسة ب16 شهر، عنده سبت وأحد، عنده سبت وأحد 19-20 ويخلص الوقت. لما يخلص الوقت استاذ راشد، هلا مبدئيا الكلام نهار الاربعاء في جلسه بقصر بعبده، نعم، ومبدئيا اقرار هذا القانون بمجلس الوزراء لاقي حالته. طب ما بدنا نكون متشائمين، ولكن ممكن يصير هيك؟ لا، لانه الضغوطات الدوليه لها نتائج سلبيه جدا اذا لم يوضع قانون انتخابات جديد، ولكن انا يعني اشكك بانه يكفي 6 اشهر لتنظيم الانتخابات. كمان لا يمكن انك انت كحكومة او مجلس نواب تتمهل، بالتحديد القوى السياسية الرئيسية تتمهل في اقرار او الاتفاق على مشروع قانون وباللحظة الاخيرة بدك يقر باسرع ما يمكن. ما بيصير، ما بتقدر تدرس انت وفيت على باب الصف تتعامل امتحان، بتدرس قبل، ما يعني في شيء غير منطقي. الشيء المنطقي انه نحن كفالتنا دستورنا، ولكن عمليا حاليا الكفالة للدستور هي الضغط الدولي لإجراء الانتخابات وبدء العودة إلى التداول الديمقراطي للسلطة. الرئيس بري أمام زواره مثل ما ذكرنا بالموجز، وصلنا لمرحلة الخطر وما بقى يعني الاستمرار من على هذا المهمل، يعني بين أنه اتفقنا ومش الحال فجأة بيطلع صوت تفضيلي بالدائرة وأنه العتبة أو أنه احتساب الأصوات، على هذه التفاصيل إلى ماذا تشير أستاذ راشد؟ يعني إذا كان متفقين كأطراف سياسية على بنعمل قانون انتخابي جديد. الميزة للتلميذ اللي عم يدرس هو فايت على الصف إنه بيدرس دكمة وما بيناقش بالمعطيات اللي عم يحفظها. نحن نوابنا فايتين على الصف وبعدهم عم يناقشوا بالتفاصيل. وبعتقد الرئيس بري يعرف إنه من يتشاورون هم رؤوس الكتل النيابية، وبالتالي اعتمد أن يحال مشروع القانون بمادة وحيدة حتى يتم إقراره كما هي، حتى لا يدخل في نقاش جديد، بحجة أنه ما نوقش قد نوقش ولم يعد من مجال نقاش إضافي. برجع أكرر، الضغوطات الدولية هي حتخلي مشروع قانون الانتخابات يقر،
والضغوطات الدولية هي ستتيح إجراء الانتخابات، لأنه ولا دولة فاعلة بالمجتمع الدولي إلا وحريصة على أن تجنب لبنان الدخول في متاهة الوضع الراهن بالمنطقة. وأحد أبرز أبواب التي يجب إغلاقها هي إجراء انتخابات وإنجاز تشكيل حكومة جديدة. إذا عم نحكي 6 أشهر مبدئيا الكلام أنه بربيع 2018، يعني لأنه بيكون بعدنا بالعام الدراسي، بده يكون بالربيع بآخر العام الدراسي، يعني حزيران 2018. هو جارة العادة أن تكون الانتخابات بداية كل صيف أو يعني قبيل الصيف حتى يتاح للسوق المصطفين يجوا على البلد. عمليا مع كل الاستعدادات الطيبة اللي أبداها الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة التقنية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها وتدريب الكوادر، أعتقد في مشاكل حكي عنها من فترة أنه أغلب الذين أداروا الانتخابات الماضية صاروا في التقاعد، وبالتالي في عناصر جديدة لم تتعود تنظيم الانتخابات. الأمر الآخر، هذا قانون انتخابي جديد بده تدريب وتحضير، وبعدين دائما تكمن يعني في التفاصيل تكمن المطبات، وبالتالي بده يشتغلوا على تجنب هذه المطبات. ما في تتجنب أمر ما متوقعه ولا بتعرفه، وبالتالي إذا كان التحضير بده 6 شهور هذا وقت كتير محشور، بعتقد كمان يعني القول أنه 7 شهور وقبل رأس السنة بدها تجي الانتخابات، في تفاؤل أو في تأجيل للصدمة لمواجهة الحقائق. مبدئيا نسبية على 15 دائرة هذا نعم. هو، ولكن بعد في تفضيلي على أساس بعد في أمور ما انحسمة في، لذلك أني يعني هاي الجلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء تركوا اللجان النيابية وأحلوها للحكومة حتى تقر الحكومة، اللي هي مثل اللويا جرجة، كل الأعضاء اللي بالبرلمان موجودين مساليم الحكومة. مظبوط. حيكون في إقرار لصيغة نهائية طبعا باللحظة الأخيرة، وما نتفائل أنه من أول الجلسة حيكون في بد. لما يتم إقرارها حتحال للمجلس. ما بيعني ذلك أنه الأمور صارت سهلة وواضحة، لا بعد. بس على قليل إقراره ممكن إذا ما تم الاتفاق أو حدا ما بعرف إذا في نية للعرقلة روح على التصويت سواء مجلس وزراء أو مجلس نواب. هو الموضوع كتير محاشر وصارت الناس أمام يعني المعنيين صاروا أمام الجدار، بدهم يبتوا بالأمر. وأنا بعتقد مثل التلميذ نفس الشيء، التلميذ فات على الصف فترة عم يقرأ ولا فترة امتحانات ما قادر يحفظ الدرس، قرر يضبش الكتاب ويا رب تيجي في عينه، حيفوت على الصف ويقدم الامتحان. نعم. في اطراف لن ستسجل تحفظاتها اذا بدك، ولكن لن تعترض لانه تخنت 8 سنين لوضع مشروع قانون انتخابات. ما مشي الحال 8 سنين ما مشي الحال. في ايضا حسابات بموضوع الاصوات، انه حتى في كلام اليوم عن التحالفات يلي موجوده بالقانون الجديد في حال اقراره نسبيه 15 دائره رح تنخلط الأوراق والتحالفات، وبالتالي هون الحسابات لا المرشحين ولا الكتل السياسية ولا المواطنين، كيف ممكن حصول هذا الأمر؟ النسبية على 15 دائرة بغياب أحزاب سياسية فاعلة وبرامج سياسية إنمائية اقتصادية اجتماعية إلى آخره واضحة، أنت عم ترجع لنظام المحادل ولكن بصورة مختلفة. لأنه أنت لما بدك ترشح تنصب بدائرة ما في 10 مقاعد، ما الذي يجمع بين المرشحين العشرة اللي أنت قائدهم؟ شو اللي بيجمع بيناتهم؟ في مشروع سياسي؟ مفروض يعملوا مشاريع، يعني مفروض مفروض ما هو الأحزاب توجد حين يكون هناك مشاريع، يعني المشروع قبل الحزب. ما هلأ في أحزاب؟ الآن نحن في أحزاب وما في مشاريع، إذا كيف بدك تجيب مرشحين؟ على لياقتهم البدنية ولا على أناقتهم ولا على قدرتهم على الكلام ولا على مستوى نضجهم الفكري والسياسي؟ بدك تجيبهم على برنامج. هاي الأحزاب لا تملك برامج، وبالتالي نحن أمام شكل جديد من المحادل والبوسطة. الأطراف السياسية عندها برامج كلهم، بعتقد عم نتفائل لما نقول عندها برامج، يعني قل لي عندها برامج، عندها عناوين
استراتيجية. طيب. يعني أنا هلأ بقول نعم هذا برنامجي، الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى التعليمي، شو هذا برنامج؟ هذا عناوين، بس شو كيف الوصول إلى هذه الأهداف؟ لنعمل الانتخابات؟ لا، ما هو نحن عم نحكي الأحزاب ما بدها تجيب مرشحين بينتموا لها، بيصير انتماء على مستوى العلاقات الشخصية مش على مستوى برامج السياسية. إذا كانت اللائحة مقفلة بهذا القانون، الصوت التفضيلي لهذا الحد يؤثر؟ يلي كان الجدل حوله يا بكون بالدائرة أو بكون بالقضاء؟ بالتأكيد الصوت التفضيلي يؤثر، وإلا ما كان مطروح على النقاش ومحتدم النقاش حوله بين الدائرة والقضاء. الصوت التفضيلي طعم له تأثير كبير، وطبعا كمان حتى احتساب الصوت التفضيلي وكيف يعني في أسئلة تفصيلية أنا يعني ما قادر يعني حط وقتي كله حتى ادرس لا كلها، لانه لا بكفينا اللي عم تدرسوا على كل حال. في ناس عم تدرسوا، بس لا شك انه شيء جديد بالحياه العامه، وانا من الان اقول انه اذا اقر اي شكل من اشكال القانون النسبيه، نحن بعد 4 سنوات سنكون امام تغيير في قانون الانتخابات الذي وضع كمان. نعم، لانه حنكتشف ثغرات، وبعض الفرقاء حيلاقوا انه يضر فيهم بما لا يستطيعون تحملها أو تعويضه، فحيطالبوا بتعديلات جديدة على مشروع اللي حيصير قانون قبل 20 شهر. حكيت أنه بالآخر هذا القانون من شان الناس، لأنه هن بدهم ينتخبوا، يعني بالآخر هؤلاء الانتخابات. صحيح. وقيل الإيجابية في هذا المشروع، مشروع أنه النسبية، أنه في ناس ما كانوا عندهم الفرصة أنه يتمثلوا بالندبة البرلمانية، ممكن يكون عندهم فرصة في هذا القانون، وبالتالي هون هذه كلها سبيكوليشن، تقديرات. بعد يعني المجتمع المدني عم يطالب بالنسبية لأنه ممكن ما هو المجتمع المدني قليل. هو جزء من هذا المجتمع اللبناني، يعني كل واحد عم يدافع عن اللا منظور، انه مع النسبية اوكي، بس احنا تطبيق النسبية بالحياة العامة اللبنانية هو اللي يبين مدى تناسبه مع يعني ما نبحث عنه في الحياة العامة اللبنانية في مستوى قانون الانتخاب. الآن سهل الكلام وسهل الاقتراحات، وعلى الورق شيء وعلى التطبيق شيء تاني. بعدين في هذا القانون في يعني عجائب، النص اللي عم يتسرب، هل هي تجربة للمرة الأولى؟ هي تجربة للمرة الأولى، بس هي تجربة مكلفة، لأنه ما لم تفعله الحرب في لبنان وفي بيروت تحديدا بترسيخ خط الشام خطا فاصلا بين البيروتين، جاي هذا القانون يقر بوجود بيروتين. يعني إذا الدائرة الأولى سيكون فيها كل النواب المسيحيين، والدائرة الثانية كل النواب المسلمين، وفي كلام يعني قيل بالأمس أنه نقل النائب الإنجيلي حتى من بيروت الثاني إلى بيروت الأولى. هلا تراجع موضوع نقل النواب ككل، ولكن يعني بعد في محطات. حو، إذا كانت الأفكار الشريرة تصل إلى رأسي معناتها أنا عندي استعداد للشر. أما إذا كانت الأفكار الخيرة هي العارمة في تفكيري وعلاقاتي مع الآخرين، معناتها أنا باتجاه الخير دائما. هذا الكلام عن سحب النائب الماروني من طرابلس، إلغاء المقعد الماروني من طرابلس، والمقعد الإنجيلي والمقعد الإنجيلي ببيروت، في كمان بجنوب صيدا ومحيطة وإلى آخره، معناتها أنت عم تكرس بالسلم ما لم تستطع الحرب أن تنجزه، وهو قطع بيروت الى منطقتين. طيب مقعد نيابي استاذ راشد هيك بيعمل؟ طبعا هيك بيعمل، هو بس مقعد نيابي، مقعد واحد في مقاعد. نحن عم نحكي على اولا اهم في الامر هو الرمز. رفيق الحريري فعل المستحيل حتى يلغي ما كان يسمى المنطقة إذا بدك النومانز لاند اللي هي وسط بيروت. وإذا بتذكر كانت الناس بتعابيرها المستعملة ما يقول أنا رايح من الأشرفية على راس بيروت، أنا حقطع لراس بيروت أو حقطع من راس بيروت أشرفية. ليش بيقطع؟ لأنه أنت بتقطع فوق نهر، بتقطع فوق فراغ، في حاجز في فراغ. رفيق الحريري عطى يعني أبدع بإخراج بناء وسط بيروت من البرنامج العام لإعادة النهوض، حتى يعيد اللبنانيين إلى العلاقة اليومية بيناتهم. بتيجي أنت هلأ بتفصلها، وبالتالي أنا مسيحي بروح على النائب المسيحي، وأنت مسلم بتروح على النائب المسلم، وإذا أنا بالأشرفية نائب بتاع الأشرفية ما بحكي مع بتاع راس بيروت، في كلام فضيحة.
كلام الرئيس الحريري يؤكد على هالموضوع، موضوع الجمع وموضوع يعني وحتى نقبل بأي قانون لحتى يرجع التجميع. الرئيس الحريري منذ بداية الكلام على قانون الانتخابات وهو مصر على أمر أساسي وهو ما يتفق عليه الجميع نحن نقبل به، حتى حين قيل له أنه أحد الصيغ سيؤدي إلى فقدان ثلث الكتلة البرلمانية لكتلة المستقبل أصر أنه هو يقبل بذلك شرط إنقاذ البلد والسير قدما باتجاه استعادة النهوض الاقتصادي والاجتماعي. فهو ما غير، ولما عم يقبل بكل المشاريع مش عم يقبل لأنه متساهل ورافع إيديه يعني اللي بدكم إياه يا أخوان، لا، لأنه هو بيعرف، والتجربة تجربة رفيق الحريري بتقول أنه أنت أهم ما يمكن هو إنقاذ الدولة وبعد ذلك الباقي تفاصيل. وهذا اللي عم يحاول سعد الحريري يقوله للناس. ولكن بموضوع النواب والمقاعد يلي تراجع بعض الشيء، في انه كان الكلام قبل اذا بدنا نقول حقوق المسيحيين، يعني في كتل حجمها هلا المفروض تتمثل كما هو حجمها، ما عم نحكي عن القوات هون، عم نحكي بشكل عام. ولكن ايضا بالموضوع المسيحي في الكتائب، في المرده، في المستقلين، في حتى اخذ ورد في هذا الموضوع. ما في بالحياه السياسيه ملائكه. كل طرف يقدم مشروع قانون للانتخابات او تصور لناحيه منه او يقترح بند عليه يفتش اولا عن مصالحه الذاتيه، والا كان هذا الامر احيل للجنه حقوقيه اجتماعيه اقتصاديه تضع قانون انتخاب يليق بهذا المجتمع المتطلق الى المتطلع الى استعاده رياديته في المنطقه. اما ولم يحدث ذلك معناها أن كل طرف بده يقدم اللي يعني ما يخدم توجهاته لاحقا، وربما لحسن الحظ انه الكل بيعرف الكل والكل بيعرف الالعاب، ولذلك كل ما طلع واحد بكمين عم يردوا عليه الاخرين باسقاطه الا ما كان مؤاتيا للجميع. وهذا ما سيؤدي الى ولاده قانون انتخاب في 20 شهر. يعني حكينا بالمقدمه اليوم الدوره الاولى من الانتخابات النيابيه الفرنسيه، وبعدين في دوره ثانيه الاحد الجاي. لا، الاحد الماضي كان وهذا الاحد. وهذا الاحد. صرنا اربع جولات بين الانتخابات الرئاسيه اللي هي كانت على جولتين، ويعني والامور اذا كنا نحن مرات نتشبه بما يجري في الخارج. لا، نحن كان حلمنا نكون ديمقراطيه تحترم اهلها يحترمونها. فرنسا بلد في شيء يعني لا يعلى عليه، هو القيم الكبرى العدالة والحرية والمساواة. نحن بنحكي فيها كثير. نحن بنحكي فيها بس ما بنطبقها. نحن بنحكي فيها مثل اللي بيحكي بالكافير ما معه يشتريه. نحن عم نحكي عن شغل كثير ثمنها عالي، وللأسف في بيننا من لا يريد أن يدفع ثمنها ويحترمها. فرنسا بلد حريص على الديمقراطية، حين يتهدد الخطر الوطن يلتف الجميع حول الأوفر حظا لمواجهة الأزمة. جون ماري لوبان الأب كاد أن يفوز بالرئاسة، فاتفق الاشتراكيون والشيوعيون مع اليمين دوغولي ودعموا جاك شيراك ليصل بوجه جون ماري لوبان. ماريان لوبان بنته كمان حاليا تقدمت كثيرا وكانت الأولى على المتنافسين الـ11. تجمع الكل وراء ماكرون ومنحوه ثقتهم، لأن المطلوب إبعاد اليمين المتطرف عن حكم فرنسا، لأن ذلك يتعارض مع القيم الكبرى للحياة العامة في فرنسا. نحن أين نحن من كل ذلك؟ وحتى ببريطانيا صارت الانتخابات بالنتيجة مثل ما طلعت، يعني تريزا ماي ورئيس الوزراء وموضوع النتيجة، ولكن كان قبل بجمعة في على فكرة ما طلع ولا اطلاق رصاصة لا ببريطانيا ولا بفرنسا يعني بالانتخابات. وهذه مناسبة حتى نؤكد على أهمية تجنب هذا الاحتفال اللي امبارح واحد بيعتاد على الإذاعة او بجريدة انه انتبهوا بكره في نتائج البروفي، ما يطلع لنا كل واحد نجح ابنه بالبروفي يقوص ويروح قتيل. فعلا هذا امر مؤسف، وهي من العادات الهمجية ولا ليس لها علاقة باحترام الدولة واحترام السلطة، عدا انه هذا تعبير فج وواضح عن الإساءة الى الدولة وعدم احترام الدولة والشعور بان هناك حماية ما
تضمن لهذا المرتكب أن ينجو من العقاب. رجعنا للعنوان اللي كنا بدأناه. رح نتابع معك أستاذ رشيد فايد القسم الأخير من كلام بيروت. ابقوا معنا مشاهدينا.